انت حبيبتي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. ربنا يكملك بخير. مبروك كده يا ماما حب كده. لا ده الفرح فرحين. ايوه كده. يا ماما ايوه كده. ايه انتوا في ايه؟ بتباركوا على ايه وزغاريت ليه؟ انا يا كمال. مالك يا حبيبتي؟ انا حامل يا كمال. عشان كده ماما بتزق. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار اسود. الف مبروك يا طنط خطوبه يوسف. اوبا توتو يلا حبيبتي عشان نلحق الاعصار اللي دخل عليه. شايفه شايفه. يلا يا ماما. شايفه. عقبالك يا كمال. ايه اللي جابك؟ معقول اعرف ان خطوبه يوسف وما اجيش ابارك؟ مين بقى اللي عرفك ان النهارده خطوبه يوسف؟ مين؟ اهدى يا كمال. اهدى يا ابني. اهدى بس يا كمال. منيره منيره. منيره صوتك يا ابني. صوتك. الناس حوالينا. اكيد انت لبنى مش كده؟ والملك مكسوفة كده ليه؟ هو في حد بيتكسف في الزمن ده؟ ده احنا شكلنا هنبقى اصحاب قوي. اهدي يا وفاء. اهدي يا بنتي. اهدي. مش وقته ولا مكانه. وانا عملت ايه يعني؟ اتنين هياكلوا من طبق واحد ما يبقوش اصحاب؟ كمال ما كانش عايز يعرفني بيكي. اصله كان فاكرني هجيبك من شعرك او هكعبلك في الارض. كمال. اصل كمال ما يعرفنيش كويس. كمال مراتك جايه تعمل مشكله. خد لبنى وامشي. مين اللي المفروض يمشي دلوقتي؟ مين مال كمال؟ في ناس. في ايه؟ في ايه؟ في ايه اللي وقعتيني في الكلام على فكره؟ خلاص خلاص ممكن بعد اذنك بلاش اي مشاكل. لو سمحت اتصرف. انا ما بعملش مشاكل. امال انت جايه تعملي ايه؟ اي روح يا حبيبي لعروستك. روح لعروستك انت مالكش دعوه. روح روح يا حبيبي روح. لو كنت عارفه انك عملتي كده كنت دلقت دور عليكي. امك سلحتني. حاسب الله. ايه اللي جابك يا وفاء؟ جايه اتبسط. ايه ما تبسطش؟ احنا هنستعبط. اهدى شويه كده. الناس حوالينا. قلت لك اشوفها ما وردهاليش. وانت عارفني بقى لما عاوز اعمل حاجه لازم اعملها. لو كنت بقى وريتها لي ما كنتش جيت عملت النمره دي هنا. اه النمره خلصت اهي. روحي بقى مطرح ما جيتي. يلا. وما رحتش هتعمل ايه؟ في حاجه يا يوسف؟ لا حضرتك حاجه ايه؟ شايف عيلتك عندها مشاكل وبيخبطوا في بعض. لا حضرتك عادي يعني. خلافات عيلة عادية ما تشغلش بال حضرتك. هو للأسف حظ كده. بس لأ عادي بقى يعني عيلتي عامل لها إيه؟ أنا في ظهرك. ها؟ ولا يهمك بجد. أوعي تكوني فاكرة إن أنا سايبك على ذمتي عشان أنا خايف منك. ولا خايف من الكلام الأهبل اللي ممكن تقوليه للبنات عني. أنا سايبك وبديكي اللي انت عايزاه بس لانك صعبان عليا يا وفاء. ما تضغطيش عليا اكتر من كده عشان ده مش كويس. ما تبقيش عدوة نفسك. انت مصدق نفسك؟ اسود انا نفسي افهم حاجه واحده. هي فيها ايه مش فيا؟ فيها حاجه بسيطه جدا مش فيكي. إن أنا بحبها يا وفاء. سامعة ولا مش سامعة؟ بحبها وعمري ما حبيتك. أنا عمري ما حبيتك يا وفاء. افهميها بقى. كمال. إيه؟ كمال. إيه؟ ذات الرداء الأحمر. مالها؟ أحمرت والتهبت بزيادة ومشيت. ما تهزرش يا عمر. مشيت إزاي يعني؟ كده أهو. يا عمر. كمال. كان غلط جدا اللي انت عملتيه ده. غلط جدا. ومش غلط اللي هو بيقوله ده. خدها وامشي. يلا.
ممكن نكمل كلامنا في العربية؟ اتفضلي. مش تأخر يا حبيبي. بص يا وفاء، احنا يمكن مش اصحاب قوي مع بعض، اتكلمناش مع بعض غير كام كلمة كده يعني، كلام عادي، بس بجد انت صعبان عليا قوي من الموقف السخيف اللي انت حطيتي نفسك فيه. بجد ما كانش فيه اي داعي يعني انك انت تيجي الحفلة النهاردة. سو وانت ساكت، انا مش طايق اسمع كلمة من حد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الرد ده؟ ما هي ردودك دي اللي بعد كل الناس من حواليكي. ايش حال بقى جوزك اللي عايش معاك 24 ساعه؟ يعمل ايه الراجل؟ ماشي، نزلني هنا، انا مش طايقه نفسي. خلاص 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 خلاص، مش هتكلم، مش هنطق بولا كلمه، بس هقول لك كلمه واحده بس ومش هتكلم بعديها. كمال اخويا وانا عارفه كويس قوي، كمال عمره ما بيجي بالطريقه بتاعتك دي ابدا. امال بيجي ازاي؟ أنا بقالي 14 سنة من يوم ما اتجوزت وأنا مش عارفة بيجي إزاي. يمكن أكون بتخانق معاه، بستفزه، عارفه. أنا ما بقولش لأ، بس يمكن لو كان حبني نص الحب اللي أنت حبيته لمراتك ما كنتش هعمل كده، ما كنتش هطلب منه طلبات عشان يعملها لي وخلاص، ما كنتش هخلي رأيي من دماغي وبقى عايز أركب عليه. يا عمر انا بعمل ده كله ليه؟ عشان عايزاه يحس بيا، يحس بوجودي، زي ما هو بيفكر ان انا كرسي في البيت. عارف عايزاه يحس بيا ليه؟ لاني بحبه. انت بتحبيه بجد يا وفاء؟ والله العظيم بحبه، وحياة جنى وملك بحبه. طب عارف لما جه يساومني على موضوع الجواز والفلوس كانت السكينه سرقاته؟ اه والله العظيم ما كنتش عارفه ان الموضوع بجد، لكن طلع بجد وطلع بيحبها. طب انا يا عمر ذنبي ايه؟ اتجوزني وخلاني احبه ليه؟ عارفه اني مش بعرف اتكلم ولا عبر عن نفسي، بس والله العظيم انا بقول لك كل اللي جوايا بجد. عمر انا مش وحشه، انا ست كويسه، حتى لو كنت بعمل حاجات وحشه، لكن انا عايزه ابقى كويسه، والله العظيم عايزه ابقى كويسه. وان شاء الله انكم ما صدقتوني. طيب تحبي انا اتكلم مع كمال يعني واقول له عن كل المشاعر اللي جواكي دي ولا ايه؟ لا انا مش هشحته. ماشي، عموما يعني لو لقيتي نفسك عاوزه تتكلمي في اي وقت او تفضفضي كلميني او كلمي تقى، هتلاقينا دايما موجودين. اكلمك انت يا عمر، لكن تقى لا، قصدي تقى مش هتفهمني، لكن انت عمر بتفهمني على طول. اوكي مفيش مشكلة. انا اسف. خلاص يا وفاء، حصل خير، مفيش اي مشكلة، ابي بس سلمي لي على البنات. مش على اللي حصل النهاردة. امال على ايه؟ انا اذيتك يا عمر. انتي اللي كلمتي الشركة بتاعتي وقلت لهم ان انا بعمل شغل برا الشركة؟ شفت اخوك عمل فيا ايه؟ خلاني ما بقتش قادرة اشوف اي اتنين بيحبوا بعض.